تعرف يا دي رمزي تطلب كوكتيل تاني هعمل فيك ايه؟ همنع عنك السوائل. بس انا بحبه يا دولا. انا مالي وما قصة الحب اللي بينك وبين الكوكتيل؟ هو انا جنة فواكه؟ ماشي يا دولا. مهم انا اتكل على الله دلوقتي اطلع على الحرامية، في طلبية تماثيل جديدة جاية، مش عايز اي غباوة خالص النهاردة يا رمزي. ها؟ تقفل المحل وتخلي بالك كويس وتفتح عينيك، فاهم ولا لا؟ ماشي يا دولا. طب ما دام هقفل المحل يا دولا افتح عينيا ليه؟ انا ينفع اواربها بس؟ ولا مش عايز غباء، مش عايز غباء، انا ماشي. انا واخدها دولا والله علشان تسلم لي على الخمسه الاولانيين، وبعدين اصلا ده كل خمسه عليهم واحده هديه يا دولا. بالهنا والشفا يا حبيبي، مطرح ما يسري يسري، ان ما كانش ده يديك تخن يديك قوه. ربنا يخليك يا دولا، يعني انت مش زعلان مني؟ وازعل ليه؟ هو انا جنة فواكه؟ اضرب اضرب. ربنا يخليك ليه يا دولا يا رب. بس انت ما قلتليش يا دولا، يعني انت ايه اللي رجعك بدري؟ انت مش قلتلي انا رايح الحرانيه يا رمزي ومش راجع الا بالليل؟ ها؟ ما انا اصلي لقيت يعني السكه زحمه، فقلت ااجل المصلحه لبعدين. احسن وريح يا عم شويه، انت طول عمرك شغال خدت ايه يعني في حياتك؟ انما ما قلتليش يا دولا الشنطه دي بتاعت مين؟ ها؟ إيه انت جايبها لياسمين بنتك ولا ايه؟ ياسمين بنتي. ولا سناء اختك؟ سناء اختي. ولا ممكن تبقى رانيا مراتك، او ما تكونش انعام امك، او مجيدة مثلا حماتك. ده انت نقطة. ومين كمان؟ ده دول ما خلاص خلصوا كده. ودي الخزنة. اه مفتوحة كمان، ده ايه الحلاوة دي؟ وفيها فلوس كمان. فلوس. يا سلام يا سلام يا سلام. طب وانا دولة؟ انت؟ انا عينيا ليك. اتفضل خد. هتديني بجد؟ امال ايه؟ خد. خد يا سيدي. ايه ده؟ عرقك. كل ده دولا من غير خصم كمان؟ ربنا يخليك ليا يا دولا يا رب. والله انت اتغيرت يا دولا وبقيت احسن، واللبس اتغير وطريقتك كده. ربنا يخليك يا دولا يا رب. الا قول لي يا ايه يا دولا؟ هو انا ساكن فين امال؟ عادي الحمد لله على السلامة يا حبيبي. امال فين مفاتيحك؟ انت جيت بدري كده ليه؟ بس انتي ليكي وحشة يعني، وحشتيني فقلت اجي بدري. وحشتك؟ دي أول مرة تقولها لي من ساعة ما اتجوزنا. بعدين ماله شعرك يا حبيبي طول كده ليه؟ طول ايه؟ ما انا طول عمري مشعر. لبس الكاجوال ده أول مرة تلبسه؟ لا أنا أصلي كنت معدي من قدام فاترينا، فلقيت بقى اللبس ده كله موجود على الملكان، فقلت هو ده اللبس اللي يشرفك. هو نيو لوك يعني. عادل يا حبيبي، جبت لي الجبنة الإسطنبولي اللي أنا وصيتك عليها. إسطنبولك إزاي يعني؟ إيه الشنطة دي؟ دي حاجة ما تخصكيش أنت، عدم مؤاخذة يا حاجة. يسمع من بقك ربنا، مش انا قلت لك لو حججت امك هتخش الجنه على طول؟ يعني دي امه. انت شرفت. اهلا وسهلا، جيت بدوشتك وقرفك، طول عمرك مزعج وخنيق ومقرف كمان. ايه الوليه القبيحه دي؟ بطل بتقول ايه يا عادل؟ سامعاك. بطل بقى الغل اللي فيك ده، بطل تتكلم على جوه، اتكلم على ولا اقول لك اسكت خالص. انا داخله اريح ساعه ساعتين ما اسمعش صوتك. انت هترد؟ طب رد بقى يا عادل. حاضر حضرتك اللي تشوفيه. حاضر؟ وايه الادب اللي هل عليك فجاه ده؟ لما طولك اروح. وان ما طلتش الروح هتعمل ايه يعني يا عادل؟ هيحصل ايه يعني يا عادل؟ ايه يا سناء، ايه؟ حرام عليك، عيب كده، ده اخوكي وراجل البيت. اخوها تكون في عونك يا ابني. عموماً أنا أخش جوه رايح في الأوضة شوية، ها؟ عشان عندي مشوار مهم بعد كده هون يعني.
بيبي تحب تتعشى ايه؟ عامل لك بيتزا مشروم؟ مشروم ايه واحنا قاعدين على البلاش؟ لا الكلام بقى يبقى على عكوتين كارعين حته ليا مش هوصيكي. طب والحلو؟ حلو زلابيا يا زلابيا. اوعى رجلك. لقيت النوم فيه نمار. ايه المصاصة اللي بتنور دي؟ مصاصة كشاف يعني. حلوة برضك دي تنفع للحرمية الصغيرين. انت في سنة كام يا أمورة؟ انت مش عارف؟ لا انا عارف بس بختبرك يعني بشوفك انت عارفة ولا لا برضك. في تانية ابتدائي. تانية ابتدائي. براوة عليكي براوة عليكي. وانا راجع بعد ما اروح مشوار وارجع اجيب لك المصاصة اللي بتنور دي مكشاف واجيب لك كمان طفاشة. والنهاردة اديكي اول درس في ازاي تستعملي الطفاشة. ماشي. الفلوس دلوقتي في مكنة تمام. ولا الجن الازرق يعرف لها طريق ولا العيال اللي معايا حتى. اهم حاجة بس انت تجهز لنا بقى هجرة الورق بتاع السفر. احسبها على مهلك اخويا منافستو. انت هنا في بلدك وبلدك اولى بيك. معاك مفتاح الخريطه بتاعتها يعني ممكن تنط على الدرج الصح. لكن في الغربه العشم هياكل عينيك. هتعرف الدرج المليان من الدرج الصح ازاي؟ عدم المؤاخذه بقى هجره الحرام الشاطر شاطر في اي حته. السرقه دي لغه عالميه. طب والرجاله هتجيب رجاله منين؟ يعني هتجيب واحد زي كهربا ده ازاي؟ ولا عيل زي الاعمش ولا عيل زي طفاشه ده هتجيبهم ازاي؟ ده عيال بروفيشنال. يا عم بروفيشنال ايه؟ العيال دي خلاص القرش جري في ايديهم وابتدوا يتنططوا عليا. عايزين الروس تتساوى. تخيل هجرة عايزين ياخدوا نفس النفحة بتاعتي. ده يرضيك برضك؟ لا انا مش مقتنع بكلامك يا منافستو. مش عارف يعني شامم ريحة غدر كده مش يعني. عموما مالكش فيه انت بقى هجرة. انت كل ما عليك انك انت تنفذ اللي انا بطلبه منك وخلاص. لكن هتقول لغدر ولا مش غدر دي شؤون داخلية للعصابة. انت مسؤول الشؤون الخارجية للعصابة. يعني تجهز لي فيسا مضروبة لكوبا. فيسا مضروبة لكوبا؟ مش معنى كوبا؟ كوبا يا نهار اسوح. اغير مسار حياتي بقى. اروح هناك كوبا بقى وادور الفلوس في المخدرات. مخدرات ايه؟ هي كوبا ناقصه مخدرات؟ دي كوبا بتبيع المخدرات في السوبر ماركت دلوقتي. اه والله يعني انت ممكن تخش السوبر ماركت في كوبا دي وتقول له هات تمن مخدرات وربع زيتون يديهم لك على طول. لا راجل. ايوه بس بالكوبي. بص مالكش انت برضك في الموضوع ده. انت تخلص لي الطلب اللي انا بطلبه منك. فيسا مضروبه ها؟ اسمع الكلام وتخلص لي كمان تذكره الطيران وتقول لي عرقك قد ايه وانا عينيا ليك برضك يا هجره. ايه ده؟ كف؟ ما ينفعش ناقص صباع؟ ولا دوفر. بس انت بتضغط عليا كده يا هجره. ما كنتش عامل حسابي برضك. انا بضغط عليك؟ انا بضغط عليك يا راجل. حرام عليك. ده انت واكل الليله كلها في جيبك واكل تمن عرقي وتمن سكوتي وتمن بعت الرجاله. الرجاله اللي وقفوا جنبي في شدتي دول رجاله. رجاله بصحيح. يا سلام اصيل انت هجره. عامل حساب برضك للعيش والملح. ايه الحلاوه دي؟ في ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ انت كده محسساني ان في مصيبه حصلت. مصيبه؟ دي كارثه يا مامي. عادل جوزي ابو بنتي طلع مجرم عتيد في الاجرام. اوعي تقولي لي اكيد اتجوز عليك. لا طبعا. عادل بقى وش اجرام. بقى عضو فاسد في المجتمع. عادل سرق يا مامي. او ماي جاد دونت تيل مي. سرق الشبكه بتاعتك. اكيد 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 امه هي اللي وزعها. لا يا مامي. عادل بقى مجرم بجد وبحقه حقيقي. ده بقى رئيس اداره عصابه كبيره جدا. واصلا ما اسموش عادل. اسمه حوده منافسته وصورته في الجنانه وهو بيسرق والفلوس معاه. او ماي جاد او ماي جاد. لا اسمعي احنا لازم نبلغ عنه. لا نبلغ عنه ايه يا مامي؟ عادل جوزي ولازم اقف جنبه عشان اساعده واصلحه. ده دوري كزوجه. يا جدعان انا عملت اللي عليا وبلغتكم اللي حصل. اه يا منافسته الكلب. هنعمل ايه يا رجاله؟ الضرب ولعوه على عينه. قال خلبانه خلبانه. اه لو اعرف هو مخبي الفلوس فين.
عموما يا جدعان الكسكره بتاعته معايا. الكسكره كسكره السفر يعني مش هيقدر يغادر البلاد. اصيل يا هجره يا هجره اصيل ما تغنيهالي اصيل يا هو فرح اصلي انا على بيت بس. اهدى 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 يعني عايزنا نسيبه بعد ما وقع في ايدينا. شايفينه دخل علينا ازاي من غير ما يسلم علينا؟ ايه خلاص يعني اتعمى؟ انا عندي فكره يا جماعه. احنا نقطره ونمشي وراه هنعرف مكانه فين ونعرف مكان فلوس. بتدور على ايه؟ ها؟ لا ولا حاجة. على فكرة بقى الشنطة اللي انت بتدور عليها انا خلصت منها. خلصت منها؟ ده انا اللي هخلص منك يا بت. الشنطة فين لمصلحتي؟ انا اللي عملت كده عشان مصلحتك. ها؟ انت دايما تربي بنتك بفلوس حرام يا عادل؟ ها؟ يعني انت دلوقتي لما كنت طفل في عمر النشأ ترضى ان ابوك يصرف عليك بفلوس حرام يا عادل؟ ها؟ انا اصلا اللي كنت بصرف على ابويا بفلوس حرام. مالك؟ كسود ومهبب؟ يعني انت من صغرك بتسرق يا عادل؟ يا نهار اسود، يعني انت لما كنت عيل صغير كنت بتسرق زمايلك في الفصل وتاخد منهم الشوكولاته والبونبوني؟ ها؟ فصل يا ام فصل، فصل يا بت. وبعدين انا عايز اخلص النهارده من الفصل اللي انا فيه ده. الشنطه لو ما طلعتش هتتقطعي يا بت، هتتقطعي. فاهمه ولا لا؟ لعلمك بقى انا ممكن اوسع دايره الحوار بينا واخلي كل اللي في البيت يعرف انت عملت ايه يا عادل. ها؟ يا ياسمين ازيك؟ بابا جبت لي المصاصه ام كشاف. ايه ام كشاف دي غير ام ميرفت؟ بابا مصاصه بتنور. بتنور ايه بس يا ياسمين؟ وانا ناقص كهربا، انا فاتوره الكهربا الشهر اللي فات دبحتني. بلاش، طب فين الطفاشه البلاستيك؟ طفاشه بلاستيك؟ ايه هتطفشي حصاله ولا ايه؟ بابا انت مش مركز خالص. انا فعلا مش مركز خالص، انا جاي من بره اصلي عايز ادخل الحمام، هخرج من الحمام مركز خلاص. ياسمين قلت لك 100 مره ما تفتحيش التلفزيون الا ما تخلصي الواجب بتاعك. هتقب بالفلوس ولا لا يا بت؟ لا. انت فكرك يعني ان انا مش هعرف امسكك من ورا الكنبه دي؟ طب انا هقلب البيت ده بقى عليه وطيل لغايه اما الشنطه دي تظهر وانا افرجك. ايه يا دون اللي انت بتعمله ده؟ وبعدين بتقلب عندك بتعمل ايه؟ اسكت انت يا جزمه. جزمة؟ أنا جزمة؟ جزمة على نفوخك يا بعيد، تعالى هنا، مين دي اللي جزمة؟ يا بنت مفيش حد قادر عليك ولا ايه؟ تعالي بقى. يا عادل اللي أنت بتعمله ده؟ اصبري يا وليه دور الجاي. منافسته موجود يا عبورة. منافسته مين؟ منافسته إيه؟ منافسته. طب دي عيلة صغيرة دي. تعرف طريق منين العيال دي؟ منافسته ايه؟ منافسته مش كده. بس قولوا له بس قولوا له اشكوا يا بنت اشكوا. مفيش حد يفتح الباب ليه؟ ايه يا ياسمين دي ايه؟ محدش بيفتح الباب ليه؟ الله ايه ده؟ خش انت وهي جوه، خش جوه معاهم يا بنت، خش جوه بقول لك. ايه يا جماعه في ايه؟ ما بتفتحش الباب ليه؟ عادل واقف عندي. هو انت السبب يا بنت؟ يا عادل فين الفلوس بدل ما اقطعك؟ يا عادل انت اتجننت. تعالي يا عادل تعالي يا عادل الافلام ده. تعالي بقول لك مش عايز كلام. تعالي خش جوه هنا، خش كريم يا بنت. يا جماعه مفيش حد يفتح الباب ده، معقوله محدش سامع خالص الخبط ده؟ ده هيكسروا الباب. ايوه 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 منافسته. والله وقعت يا منافسته. امسكوه. منافسته مين حضرتك؟ انا استقبل ولا ايه يا منافسته؟ اقلب الفلوس بدل ما نقطه بيك. فلوس ايه؟ مين منافسته؟ انا مش منافسته. انت هتعيش في دول المستعبطه. اقلب الفلوس واخلص. دوله حبيبي دوله. دوله انا جاي اعترف لك ان ضربت 2 كوكتيل كمان عشان ما تتفاجئش بالحساب يا دوله. ما هي المصايب كلها بتيجي مره واحده. اوعى. ولا يمكن على جنب هذا انت يالا. دولا هم مين دول؟ اصحابك دولا دولا ولا ايه؟ اصحابي مين يا غير؟ ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده؟ اوعى مره. ما تثبت بقى يا انت بقى. هروح انا دولا اشوف ايه الحكايه وخليك انت مع اصحابك. يا بنت انت وايه وايه يا بنت؟ ما تهبطوا. ما تثبت. يا مامي يا مامي.
ايه ده دول بتلعبوا عسكر وحراميه؟ ولا غور من وشك مش ناقصك، اتكل على الله انا عايز باب المطار اتاكل. انت بدول العب معاكوا النبي. اتاكل ياض بدل ما اقطع لك رقبتك. وبعدين عادل علي ممكن اقول حاجه؟ يا عادل يا حبيبي تعمل كده في مراتك حبيبتك عشان الفلوس في الدنيا الفلوس. ده مش هعمل كده في مراتي بس، ده في مرات عمي كمان. اهبطي انت وايه يا بيت؟ رمزي في ايه؟ في ايه؟ لقيتك جوه يا دوله مرفعهم بالسكينه وقلت لها انا عايز طياره تاخدني. انا عايز مصيبه تاخدك يا رمزي واخلص منك. رجنا ايوه شوف ايه اللي بيحصل جوه. وجب يا اخي اثبت بقى يا اخي. عرفت طريق منين يا هجره؟ انت اياد جوالك ايه يا هجره؟ انت واقف متنح عندك ليه انت يا اخي؟ في ايه؟ بقول لك ايه يا عمش، امسكه كويس لحد ما اشوف جوه في ايه. اوه عشان انا بدات اقلق كده. اقف يا اخويا اقف. عايز تهرب مني انا؟ ده انت ايامك سودا. عايز تهرب من اكبر نضوج في عصابات مصر تما؟ فاكر يالا؟ فاكر عمليه سد الحلق ولا مش فاكر؟ ولا تحب افكرك يالا؟ كده يا دوله كده تتفسح مع اصحابك وما تاخدنيش معاك؟ والله افسحك افسحك يا رمزي بس اخلص من المعسكر اللي انا فيه ده. انتوا حكايتكم النهارده فيها كهرباء واقف ليه متنح انت يا اخي؟ طفاشه انا ابتديت اقلق. بقول لك ايه؟ الغيبه طالت بتاعت الرجاله، تعال نخش نطقس جوه. يلا بتستعملنا مانيفيستو طالع بدورين في العصابه؟ ها استعملنا استعملنا مانيفيستو. تمسك فين انت اصحاب جدعان؟ هو سعاده الباشا والله وقعت يا مانيفيستو. مين مانيفيستو ده؟ اخوانا عيب يا رجاله، انا ما عملتش حاجه والله. هاكل محفوظ النضاره تتكسر. طيب شوفوا ايه اللي بيحصل جوه. حاضر يا فندم. استنى 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 يا عم. اهو بيكوا لله جبتوا لنا الشرطه الله يحرق. امال مين مانيفيستو؟ حضرتك انا اسمي عادل ودي البطاقه بتاعتها. ايه والله وقعت يا مانيفيستو. هو اليوم باين من اوله. يشبه من الشبه 40 يا دولا. بتخم بتخم. ايه شبه ابن عمك؟ يعني في مقام خالك يعني اخمك صح؟ 174 صفر. بعدين في الملل اللي احنا فيه ده بقى مفيش شغل خالص. يلا رمزي دولا تحب اروح اجيب طاوله من القهوه نقعد نتسلى فيها؟ لا 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 الطاوله ما بتنميش الذكاء. طب نلعب ايه طيب يا دولا؟ نلعب اي لعبه ممكن تنمي لنا الذكاء بتاعنا. يعني زي ايه كده يا دولا؟ قول لي. يعني مثلا عندك التمثالين دول ماشي؟ تعرف تطلع لي بينهم خمس فروق؟ لا يا دولا انا ما بحبش افرق بين التماثيل في المعامله. اذا كنت انت ما فهمتش اللعبه اصلا هلعبك ازاي؟ انا اقصد بص اختلاف بين التمثالين، يعني ده فيه لون مش موجود في التاني، يعني مثلا ده فيه حاجه مش موجود كده يعني. انا هقول لك يا دولا انت تحس يعني ان التمثال ده طيب شويه عن التمثال ده. بص ده تحس ان فيه لقم. هو انا بقول لك حلله نفسيا، علم جديد اخترعته واحنا قاعدين. في ملاحظه تانيه يا دولا انا كنت ملاحظها من زمان بس مش عايز اقول يعني. قول يا مخضرم قول. التمثال ده واقف حال التمثال ده، يعني مش مخليه راضي يتباع، باصص له في لقمه عيش. لا ده في ملحوظه باينه قوي بقى. لا رمزي ايه التمثال ده واقف حال البني ادم ده، مخليه مش عارف يبيع ولا تمثال من البازار. انا غلطان انا غلطان انا بتكلم مع واحد زيك. فراغ يخرب بيت الفراغ اللي خلاني اعبرك. بص انا ايه اللي قعدني هنا؟ انا اقعد في بيتنا احسن ما دام كده كده مفيش شغل. طب والشغل يا دول ايه اللي شغل؟ ايه شغل؟ ايه خليك انت قاعد في الشغل، احنا بنصرف يا ابني ما بيجيلناش فلوس. طب دول اروح بقى معاك البيت يعني انا زهقت. وتسيب التمثالين دول؟ انت مش بتقول ده قطع عيش ده؟ خليك معاهم يا ابني. صح. سلام سلام يا دول. سيبه بقى سيبه بقى ياكل عيشه. انت هتقعد عيش الاثنين؟ كسرت عيشهم يا انا. بس
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا عادل؟ ايه اللي جابك بدري النهارده؟ اللي جابني بدري النهارده هو اللي جابني بدري امبارح. ايه يا بيبي، عايز تخش الحمام؟ حمام ايه؟ ما انا عندي حمام في البازار، مفيش شغل من الصبح لغايه بالليل، مفيش اي شغل. ما انا قلت لك يا عادل 500 مره اعمل تنوع اقليمي في التماثيل يا بيبي، يعني لازم الزبون يدخل يلاقي فرايتي قدامه. انا مش قادره افهم، ما تسيبك بقى من الشغلانه اللي مش جايبه تمنها دي، ويوم يشتغل المحل و20 الف مره وما اشتغلش. معقوله يا حماتي عايزاني اغير شغلتي؟ يعني بعد ما بقيت اشهر بازارجي في جمهوريه مصر العربيه، انا بيجي لي حضرتك انت عارفه بيجي لي زبائن من الاسكيمو مخصوص عشان. ايه ماما ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بقى ابي عادل اللي قاعد في مكتبه على سل ورمح عايز يغير نشاطه. ايوه طبعا، ولعلمك بقى قاعده متعبه جدا، الكرسي اللي انا بقعد عليه ده مزعج. انت لا تغير نشاطك ولا حاجه، انت خليك مستمر في النجاح اللي انت فيه ده. واحنا خلينا مستمرين في الشحاته اللي احنا فيها دي. طب بص انا عندي فكره تانية، انت ممكن تعمل نشاط تاني جنب التماثيل اللي موجوده. نشاط تاني يعني فلوس تاني، يعني راس مال كبير جدا، وبعدين لسه هنبتدي من اول وجديد، ونروح ندور بقى على عمال اغبيه تانية غير رمزي؟ معقوله يعني؟ من الناحيه دي اطمن، انا عندي فكره مشروع مش محتاجه اي حاجه ومكسبه مضمون 100%. لا طب ما تنطقي يا حبيبتي بدل فوازير رمضان اللي انت عماله بتقوليها دي، قولي ايه؟ مكان التصوير. تصوير؟ هنقعد نصور في الناس ويبقى عندنا معمل واحماض، والاحماض تقع في الارض واوضه حمراء، ولو ولعنا النور الصور تتحرق. لا 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 لا، ونقعد كلنا على نفس الكنبه ونتصور ونعمل صوره للاسره المعمره. انا ما بحبش اتصور، انا شكلي في الحقيقه بيطلع احسن. ايه ده يا جماعه، انا اقصد مكان التصوير ورق. مكان التصوير ورق؟ والناس اللي عايزه بقى تصور ورق ولا مستندات هيعرفوا ان في البازار ده مكان التصوير ورق؟ هنعمل اعلان وهنكتب عليه لدينا مكان التصوير ورق، ده غير علاقاتي، انا اضمن لك ان كل المدرسه هتيجي تصور عندنا. طيب هو مشروع زي كده يعني يكلف كام؟ لا انت مالكش دعوه بالتكلفه، انا هديك اجره ارضيه كل اول شهر، او لو تحب باليوميه انا ما عنديش مشاكل. لا لا لا، اجره ارضيه ايه؟ والارضيه دي اللي بينام عليها رمزي، انا نايم رمزي فين يعني مهما كان ابن عم؟ وناويه بقى ترميله كام كل اول شهر؟ 300 جنيه. ايه 300 جنيه؟ امال انت هتكسبي كام اصلا؟ لا ما بحبش لقمه العيش المنظوره، انت هتاخد اجرتك وتطلع من دماغي. انا استحاله وافق. بابا انا عايزه مصروفي بقى، انا بقالي اسبوع ما خدتهوش. مصروف؟ طيب ماشي موافق، بس اديني عربون الاول. ده انا حتى يا بابا مش بشتري حاجه من الكانتين، وبقعد على جنب الوعدي، واصحابي بيسموني ياسمين بنت الفقراء. كويس قوي انكم حطيتوا المكنه هنا، عشان الطوابير كمان شويه هتبقى قد كده. طوابير؟ انت متفائله قوي، انت فاكره انك هتشتغلي بجد ولا ايه؟ يا ريت كل واحد فينا يركز في اكل عيشه وملوش دعوه بالتاني، وكل اللي ليك عندي انك هتاخد اجرتك كل اول شهر وخلاص. دولا بقول لك ايه، هي المكنه دي بتاعه ايه بالظبط يعني؟ احنا خلاص يعني هنقلب البازار ده مشغل رز؟ رز؟ رز ايه؟ رز ايه؟ بص ابعد عني ببوزك ده عشان ما تفقرناش زياده، ما احنا فقرانين. يا دولا ما انا لازم افهم يا دولا عشان اريحك واريح المكنه واروح اجيب رز متنقي جاهز. رز ايه يا ابني؟ انت تكذب الكذبه وتصدقها. طيب يا دولا المكنة دي هنسقط لها الرز ده فين؟ ولا بس بقى ابعد عن المكنة دي خالص. بص ممكن تعلق اليافطة دي بره على باب البازار؟ يافطة ايه؟ لا احنا اتفقنا على يافطة واحدة، وريني يافطة واحدة. ما تنفعش، لازم كذا يافطة عشان اجذب الزبون، وكل زبون يجي يخش على يافطته. يافطته ايه؟ الزئبقي في الفيزياء، البليخ في العربي، الله يرحمك عم بليخ، المدقرم في الحساب، الديناصور في الاحياء، الصايع في الجبر والحساب. الصايغ؟ اسمه الصايغ. صايغ صايع مش مهم، هي ملزمه هبله وخلاص. وانت بقى يا فالحه جبت الملازم دي منين؟ إيه؟ ملازم ايه يا ام ملازم وانت فالحه اصلا؟ يا ابي عادل شغل دماغك شويه، هي الملازم اللي بتتباع بره، بس انا جبتها وغيرت اسمها، وفي موسم الامتحانات اي طالب بيبقى عايز اي ملزمتين يخبطهم عشان يدخل الامتحان وينجح. نوجا يعني انا لو خدت منك ملازم يعني ممكن انجح؟ ممكن تنجح ايه بس؟ انا مش فاهم ملازم اللي انت عايز عندك انت بقى، ملزمه الفاشل في البازار او الموجود في الهبل؟ انا عندي كل حاجه، بس لو سمحت انت علق اليوفط بره على باب البازار على بال ما اصور لك الملزمتين. عينيا عينيا هوا.
ضحكت انت على رمزي بالكلمتين دول، بس ما تفتكريش نفسك عبقرية يعني. دي اي معزم عدية في الشارع ممكن تلحك عليه. المهم بقى الشعب اللي هيجي يصور ده، شعبنا ده مش اي كلام، ده فاهم وواعي وما ينفعش يضحك عليه. ومين قالك ان انا هضحك على حد؟ اللي هيجي يطلب مني حاجة هديها له. يا سلام، وفي حد هيجي اصلا؟ كمان حد الحنة ملزمة البليغ في العرب، عايز الحق اذاكر اي حاجة. حاضر حاضر، انا هجيبها لك دلوقتي. وانت مش عايز ملزمة الصايغ؟ لسه بدري على الامتحان، احنا فين والاسبوع اللي جاي فين؟ اه فعلا على رايك احنا فين والاسبوع اللي جاي ده على طول فين صح؟ بس انا رايي ان انت تاخدها من دلوقتي وتخليها عندك عشان ما تتزنقش زي صاحبك كده، وبعدين خلي بالك دي هتشح وبعد كده هتبقى بالحجز. انا لسه اصلا ما قررتش اروح الامتحان ولا لا. وانت يا عم ايه اللي يوديك الامتحان يا عم؟ خلي بابا يجيب لك الامتحان لغايه البيت، ده سهل قوي يعني. انت لو خدت الملزمه بتاعتي هتخش الامتحان وانت مرتاح على الاخر. معروف طبعا دخول الامتحان مش زي خروجه. طب اوكي هاتيها. طيب حضروا الفلوس بتاعتكم على بال ما احضر لكم الملازم. قسما عظما يا تلميذ انت وهو، اللي ما هيقف في الطابور لاكون عبط. اقف ياد هنا، اولى ثانوي هنا وثانيه ثانوي ايوه ورا كده شويه، اقفوا واعداديه جولنا بكره. ايه يعني الملازم هتطير ولا ايه؟ وبعدين انتوا لازما يعني تيجوا تاخدوا الملازم قبل الامتحانات، ما تيجوا براحتكم بعد الامتحانات وتاخدوها. ولا رمزي ايوه عايز ايه؟ روح هات لي كوبايه شاي اللي قلت لك عليها. بقى يعني عايزني اسيب اكل عيشي واروح اجيب لك شاي؟ اكل عيشك يا ما انا هدفع لك يا عم. تدفع لي ايه يا عم؟ ده انا اكتشفت ان انا اللي كنت بدفع لك. لا لا هانم دي بتدفع لي قد اللي انت كنت بتخصمه مني اربع مرات. يا سلام، وفخور قوي، مش مكسوف من نفسك كده يالا وانت شغال مع عيله صغيره؟ ما بتكسفش يا عادل. يا عادل اسمع كلامي بقى وسيبك من التكبر اللي في دماغك ده، وسيبك من الكلام الفارغ والشغل الفارغ اللي هو التماثيل والبزار. يا عم انا هعلمك الصنعه. صنعت ايه يا ابو صنعت؟ صنعت ايه؟ ده انت ماسك العصايه وماشي ورا الناس كانك ماشي بتلم معيز، عامل زي اخون الجنينه. يا رمزي يا رمزي، مش قلت لك تعالى تظبط الصف اللي ورا ده؟ حاضر يا ست الكل. ست الكل؟ اه يا كلب السرايا. روح ظبط ظبط ظبط. ماشي ماشي. السلام عليكم، ازيك يا ماما؟ عليكم السلام، الحمد لله على السلامة يا عدول. الله يسلمك، طلبات البيت كلها اهي. دي كلها طلبات البيت محطوطة في الكيس ده اهو؟ اه طبعا. يا ما في الجراب يا حاوي. انا جايب لكم كل اللي انتوا عايزينه. جايب لكم يا ستي ربع كيلو طماطم، وجايب لكم ربع كيلو خيار عشان السلطه، وجايب لكم ربع فرخه دي بقى يا ماما تعمل لنا عليها شوربه نشربها كلنا، وجايب لكم ربع كيلو تفاح، هي بس وزن التفاحيه واحده بس مش اشكال، ممكن نقسمها يعني علينا كلنا. وانا حاسس يا ماما بجد يعني الراجل نصب عليا في الميزان، بس مش اشكال، عادي عادي عادي. ويا ترى بقى واخد بالك من نجله في شغلها ولا لا؟ يعني مريحها كده ومدلعها؟ طبعا، لعلمك يعني انا بفيد نجله طول الوقت يعني بخبرتي وممارستي، فطول الوقت بقعد ارشدها واقول لها على حاجات، كفايه ان انا معين لها رمزي يفيدها بغباوته طبعا. ربنا يحرسك يا حبيبي، راجل بيت جوه وبره. يا ماما لازم طبعا الواحد ياخد باله من بيته. هاي يا جماعه ازيكم، وحشتوني موت. تعالى يا رمزي حط الحاجات دي هنا. حاضر يا ست الكل. السلام عليكم، ازيك يا عادل؟ انا حسيت ان البيت فاضي فقلت لازم املاه. طبعا. ايه ده كله؟ جبت لنا ايه يا حبيبتي؟ جبت لكم حاجات كتير قوي، جبت لكم 6 كيلو تفاح امريكاني، و6 كيلو خوخ، و6 كيلو خيار، و6 كيلو طماطم، و6 ايه ستات كيلو... ايه الستات دي كلها؟ كفايه يا ستات، انا هشيل الكيس بتاعي من وسط الستات اللي حبيبتي دي عشان ما ينفعش يعني، في حاجات بتسرق كمان. جبت لكم بقى ايه؟ 3 كيلو جمبري علشان نتعشى بيه. واو، تعيشوا وتجيبوا لنا يا ست الكل. ماشي يا كلب السرايا ماشي. آه ماما، ما تنسيش تبقي تحط الحاجات اللي انا جايبها دي في الثلاجه عشان ما تبص. بالنسبه للفراخ اللي انا جايبها يا ريت تعملي لنا بقى عليها شوربه يعني عشان اشرب شوربه قبل ما انام. نو جامي، انا هتعشى جامبو. جامبو؟ ايه نويتي تطيري خلاص يا حماتي؟
وانت يا جزمه مش تروح انت دلوقتي عشان تنام بدري عشان تصحى بدري عشان الشغل، ولا انت بس شاطر تشتغل شيال للست؟ ايوه ست، بس هي ست بقى فلوسها بمئة راجل. بص يا دوله، هي قالت لي بكره رمزي احنا هنبتدي متاخر عشان العيال بتوع الملازم دولت هيصحوا متاخر. ملازم متاخر ايه؟ طب وشغل انا؟ شغل انا ابو بلاش ده؟ لا ما خلاص بقى، بص اعتبرنا دوله قدمت مستقلتي. ولا اطلع بره بيتي يا كلب، اطلع بره بيتي. بعد اذنك يا ست الكل. استاذن منها. بابا اهلا ياسمين يا حبيبتي، انت البقيالي يا ياسمين. عايزه ايه يا حبيبتي؟ عايزه المصروف بتاعي قبل ما انام. بابا وفلوس بابا تحت امرك يا ياسمين يا حبيبتي. خدي ادي ربع جنيه، روحي بقى اشتري كل اللي انت عايزاه. ربع جنيه ده قبل نجلاء بتديني 5 جنيه. خد خليها علشانك. ولا نجلاء ولا نجلاء، عايزه المصروف بتاعي. عادل انت هتنام مش هتتعشى معانا؟ لا يا ماما استنى، ماليش نفسي يعني النهارده، فهخش انام كده. هو يعني ده انا هعمل لك الجمبري بايديا، ده انت ما دقتوش من ايام ما كنت في اسكندريه في الابتدائيه. حاسب وسعوا يا جدعان، وسعوا يا اخوانا. الزبون جاي لي. ويلكم وراريو من زمان. لوك بقى، احنا عندنا هنا ستاتيوز سمول اند بيج، عندنا البومز فور فوتو، ها اني ثينج يو وونت يعني. شكرا، انا عايز اصور باسبور. صور باسبور. اقف بقى في الصف يا خواجه بدل ما نسوعك بزيز عصايه. اقف. هي نسخه واحده وهيمشي على طول. والله يا ست الكل بتكسفيني يعني، عشان خاطرك انا بحب النظام. هو ايه الورق اللي هنا اللي مرمي ده على الارض؟ ازاي ترموا الورق كده على الارض؟ ايه يعني مش عايزنا يعني نشتغل ولا عايزين نقعد يعني جنبك؟ لكن ما تسيبوش الورق كده مرمي على الارض، احنا ما اتفقناش على كده. خلاص يا رمزي شيل الورق عشان الارض تبقى نظيفه. حاضر يا ست الكل. كلب السرايا. بص الصراحه يعني انا متضايق من اللي حاصل ده، انا ما اتفقتش معاكي على كده من الاول خالص يا نجلاء. قول لي يا ابي عادل انت عاوزني اعمل ايه وانا هعمله لك. ايوه يعني انت اتعديتي المساحه المخصصه اللي احنا اتفقنا عليها. اعمل ايه؟ ما انت ما شاء الله شايف الزباين قد كده، هقول لهم ما يدخلوش. لا يعني بس كمان المكنه اللي انت بتصوري بيها دي بتستهلك كهربا كتير جدا، وبعدين انتوا طول اليوم بتصوروا على طول شغالين. الله اكبر. يعني ايه يعني اعمل ايه؟ خلاص فاتوره الكهرباء انا اللي هدفعها. طب والميه؟ ميه دي الميه. ها عايزك بقى تعلي الاجره اللي احنا اتفقنا عليها، يبقى 30 جنيه في اليوم. اوكي انا موافق. لا انا ما كانش قصدي 30، انا غلطت وانا بنطقها، انا كان قصدي 50 جنيه في اليوم. حس كده بقى، يبقى نتكلم في الموضوع ده لما نروح البيت قصاد الناس كلهم كده عشان يعرفوا يحكموا ويعرفوا بقى مين فينا اللي غير كلامه. يا راجل انا كنت بهزر معاكي، معقوله يعني هاخد منك حاجه زياده؟ بالعكس ده انا كنت هاخدهم احوشهم عشان لما تتجوزي ان شاء الله يبقى معاكي مبلغ يعني. ربنا يخليك ليا يا ابي عادل. وعموما يعني دي العشرة جنيه بتاعت النهاردة. مرضي؟ مرضي يا ست الكل. رب ولا صور يلا وانت ساكت. انت يا زفت يا بدوي. ايوه جاي. امورنا يا رمزي باشا. فين الشيشة التفاح بتاعتي وفين الكوكتيل؟ انا مش قايل لك السحلة بيخلص تنزل بكوكتيل على طول. بس كده عناية. وعايز بقى كوكتيل مع شيشة نظيفة بلاي قطيفة. بقول لك يا استاذ عادل، ما ينفعش كده، قاعد من صباحه ربنا وشغل لنا القهوه وما شربتش الا واحد شاي بس. هفكر وبعدين بقول لك، اتكل على الله. تأمرني باي خدمه يا رمزي باشا؟ ايوه بقول لك، نزل الاستاذ اللي قاعد هناك دون كوكتيل فواكه على حسابي، بس واحد بس يا بدوي عشان ما يقعدش يطلب، ده طفس انا عارف. بس كده انا يا رمزي باشا، وخليهم اتنين كوكتيل مع شيشه نظيفه بلاي قطيفه. اصيل يا رمزي اصيل. كلب السرايا. رمزي شكر على الكوكتيل يعني. انت فين يا رمزي؟ وحشتني والله يعني، ما بنقعدش مع بعض.
وحشتك؟ طب ما انا كنت معاك النهارده الصبح في البازار، ما وحشتكش ليه هناك يعني؟ بدل الاضطهاد والقهر اللي انت قهرهولي. يلا اضطهاد ايه؟ يلا انت عبيط. اضطهاد ايه ده؟ انا بحبك يلا، ده انت ابن عمي يلا، ده انا بهزر معاك. ايه ده؟ يعني انت كنت بتهزر يا دولة؟ طبعا يلا بهزر معاك طول الوقت من اول ما عرفتك يا رمزي، حتى وانا بزعق لك وانا بشتمك وانا بهزقك وانا بضربك وبجلدك، كل ده كان هزار. يلا يخرب بيتك، انت فاكر ده جد؟ اه يا دولة والله تخيلت. لا يلا هزار يعني، بص اه بفكروا بجد يا دولة. لا هزار يا انا. المهم البت نجلاء اخبارها ايه؟ اه يا دولة دي ست عظيمه يعني، بمئة راجل الست دي. ست ايه يا ابني؟ ست ايه دي؟ بنت صغيره عندها 16 سنه يعني، ما علينا يعني. المهم بتديك اجر كل شهر ولا ايه الحكايه؟ لا يا دولة هي بتديني باليوميه. باليوميه؟ يا سلام، شوف ازاي عيلة صغيرة بس لفك على صبع رجلها يا معلم. ايه يا دولة في ايه؟ انت كده غوغشتني يا دولة. ما في. وبتديك كام بقى يومية على كده؟ 25 جنيه. 25 جنيه؟ طب ما مش عاملة لك بقى اي مثلا حاجات تانية يعني؟ اكلك، شربك، كسوتك في العيد الصغير، العيد الكبير، عيد الفلاح، عيد العمال، كم الاعياد اللي عندنا؟ عيد تحرير سينا بتجيب لك كسوة؟ لا يا دولة. ده اللي كنت خايف منه. بس 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 انت وقعت يا معلم، وهتعمل ايه بقى لو الحبر بتاع المكنه خلص؟ طب دلين انت يا دولة يا ابن عم، يعني اعمل ايه مع الست المفتريه دي؟ بص يا رمزي، احنا نحط ايدينا في ايدين بعض، انت ابن عم يلا وانا لازم اقف جنبك، نجيب مكنه جديده وننفسها. ماشي يا دولة. طب هنجيب فلوس المكنه دي منين طيب؟ مش اشكال، هرهن البضاعه اللي في البازار، استلف، ممكن ادفع مثلا مقدم في المكنه وبعد كده اقسط ثمنها. المهم اول ما نكسب فلوس ونخلص ثمن المكنه يبقى بعد اللي كده اللي جاي لنا بقى ده كله مكسب. ماشي يا دولة، عفارب عليك. طب انت هتديني كام بقى؟ انا بقيت خبره دلوقتي. ماشي عم الخبره، هديك يا رمزي 25%. ايه ده؟ طب ما هي بتديني 25 جنيه برضه. يلا هي بتديك 25 جنيه، انا بديك 25% يعني مبلغ ضخم يعني. لا بص يا دولة، انا عايز 30 جنيه علشان بقى احس بالزياده. 30 جنيه في اليوم؟ اه. يعني كام في الاسبوع؟ يعني 180 جنيه. خليهم 200 جنيه يا عم في الاسبوع، يبقوا كام في الشهر؟ 800. 800 جنيه ليك في الشهر؟ ايه المبالغ الضخمه دي؟ انت محوش عندي كام بقى؟ 600 جنيه. 600 نقصهم من 800 يبقى كام؟ 200. هات 200 جنيه. كنت هروح فتيس. اتفضل يا دولة. ادي 200 جنيه. ايه دول؟ ايه ده، معاك فلوس ثانيه ولا ايه؟ اه ده 120 جنيه كده. 120 جنيه؟ لا 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 هاتهم احوشهم لك، انت هتعوز مبلغ ضخم زي كده في ايه؟ يا ربنا يخليك. خد يا 2 جنيه اهم. ماشي. وانا هم دول خليهم كده اهو. ال 120 جنيه دول بقى هنقصهم من 400 جنيه اللي كانوا فاضلين لك من 600، يبقى فاضل لك كام؟ 280. بس انت معاك حاجه تاني؟ هم ال 2 جنيه دول يا دولة. هات انت جنيه وانا جنيه. اسمك حاسب على المشاريب بقى. بسأل يا رمزي، ودي مش محتاجة حبر، انت على طول بتدوس على الزرار الأحمر هتلاقي المكنة دي طلعت مكانها على طول. بس بس ايه ده؟ انتوا جبتوا مكنة جديدة؟ اسمها مكنة كبيرة، مكنة حديثة، أكبر من المكنة بتاعتك طبعا. طب كويس بقى، ده انا اتفقت مع ناس هيجوا يشيلوا المكنه بتاعتي. بتنسحب يا سيد الكل. ليه يشيلوا المكنه؟ ما تخليكي قاعده هنا يا ماما، بتسترزقي تاكل عيش يعني. عموما الناس اللي هيجوا يشيلوا المكنه انا كده كده محاسباهم، يا دوب بس هيجوا ياخدوها ويمشوا على طول. يا بنتي اقعدي يا بنتي، كلي عيش يا بنتي، معقوله يعني هتنسحب بسرعه؟ خلي عندك روح قتاليه. يا دولة ده هي خافت من شكل المكنه بتاعتنا. انت بقى يا رمزي مش عايز تاخد ال 25 جنيه بتوع النهارده؟ ليه 25 ايه؟ مش عايزهم ده انت هتشوفي ايام مقندله، ايامك اللي جايه سودة. ولا يا رمزي ولا يا رمزي، ما تخوفهاش يا ابني، هي مرعوبه لوحديها. انا ايامي اللي جايه سودة. على العموم هنشوف وربنا يوفقكم. سلام. مع السلامة يا حلوة. يا حلاوتك يا دولة في الشراني. بعدين يلا رمزي، من صباحية ربنا ومفيش ولا زبون دخل لغاية دلوقتي. دولة أنا خلاص تعبت خالص من الوقفة. ما هو كل ده منك انت، طول ما انت ببوزك كده هتفقرنا على طول. قال لي طب انا كنت شغال معاها ببوزي دون وكنا شغالين زي الفل، يعني خلاص هفقرك دلوقتي.
هاي يا جماعة، أخبار الشغل إيه؟ أنت فاتحة فين يا ست الكل؟ مش فاتحة. إيه ده؟ طب والزباين طيب بتوع حضرتك؟ ما تبعتهم لنا طيب؟ أبعت لك إيه؟ ده كان موسم امتحانات وخلاص، إحنا دلوقتي في أجازة. أجازة؟ يعني إيه؟ يعني مفيش شغل ولا إيه؟ خالص. طب ومكان التصوير بتاعتك عملت فيها إيه؟ كنت مأجراها وبعد كده رجعتها لصاحبها. فعلا ست الكل. كلب السرايا رجع تاني. هو انت اشتريت المكنة دي؟ اشتريتها عشان اجرها للناس الهواة اللي بيحبوا يأجروا مكنة تصوير في المواسم يعني. ايه رأيك بقى ما تأجريها منه وتشغليني معاك يا ست الكل؟ فعلا كلب الباشا مات، مشيت وراه كل البلد. الباشا نفسه مات، ما مشيش وراه ولا كلب. اطلع برا يا كلب، برا برا. وانت مستنيه ايه؟ جاي تشمعتي فيا؟ اطلع برا لو سمحت. دولا، الالبومات اللي احنا بنبيعها دي ليه بنبيعها فاضيه كده؟ يعني ما فيهاش صور ليه؟ يا ابني مش بنبيعها لاجانب، الاجانب ما بيفهموش في الصور العربي. عادل سعيد. ايه ده؟ ثروت حسين، ازيك؟ ازيك يا ثروت؟ عاش من شافك يا عم. ما انت لا بتسال ولا بتتصل. خلاص نسيت صاحبك؟ لا يا عم ما نسيتش ولا حاجه. ازاي بقى وانا اقدر انساك يا عم ثروت؟ بس هي مشاغل. ولا رمزي؟ نعم. مش فاكر ثروت؟ يلا فاكره طبعا يا دولا استاذ ثروت. فاكر لما كنا بنحط لك الصواريخ ها اللي بتفرقع دي في كوبايه البرتقال، تيجي تشربها تفرقع في وشك؟ جري يا رمزي. ايه بقى؟ ايه اللي فكرك بالحاجات دي يا اخي؟ ده احنا كنا عيال صغيره قوي. يعني ما كناش عيال صغيرة قوي قوي، يعني كنا في ثانوي ساعتها. ما خلاص يا عادل، دي كانت حاجات قديمة وانتهت. يلا والله بس كانت ايام جميلة. تعالى ثروت، تعالى اتفضل. رمزي روح هات حاجة يشربها لثروت. روح هات له برتقال. لا مش عايز برتقال. خلاص روح القهوة هات اي حاجة غير البرتقال. عناي عناي. منور يا استاذ ثروت. الله يكرمك. يا سلام يا سلام يا ثروت، والله منور يا اخي. ده انا مبسوط جدا ان انا شفتك. انت اخبارك ايه؟ انت يا عم لا بتسال ولا بتتصل. خلاص يعني ما بقيناش نعرف بعض غير علشان المصالح. لا ولا مصالح ولا حاجة، بس انت عارف المشاغل يعني يا ثروت. المهم انا جاي لك دلوقتي في مصلحة. انت عارف ان انا شغال في مصلحة البريد، والمصلحة كل سنة بتطلع مصايف لراس البر بسعر مخفض جدا، والعبد لله كان حاجز 4 تذاكر في الاتوبيس. اتوبيس مكيف وعشة متقفلة سوبر لوكس على البحر ب350 جنيه بس. يا سلام يا سيدي، ربنا يكرمك يا عم. تروح وترجع بالسلامة؟ لا ما انا مش هروح. يبقى اكيد مش هترجع بالسلامة. بعد ما حجزت ودفعت الفلوس، مرات رجلها كسرت امبارح، والدكتور قال انها لازم تقعد في السرير لمدة 2 اسبوع. فرجعت تاني بقى علشان ارجع فلوس الحجز، قالوا لي ما ينفعش. طب وبعدين هتعمل ايه؟ ايه رايك لو تطلع بدالي ب350 جنيه بس اسبوع كامل في راس البر وعيش على البحر؟ والله يعني انا بقالي كتير جدا ما طلعتش مصيف. خلاص يبقى تجيب ال 350 جنيه دلوقتي وتجهز نفسك بكره، وبعد بكره الساعه 6 الصبح تاخد الاتوبيس المكيف من قلب مدلة زغلي. ماشي، هي فرصة حلوة بس أنا يعني مش مجهز نفسي يعني. خلاص يبقى توافق بسرعة عشان تلحق تجهز نفسك بكرة. ماشي، هات التذاكر. هات الفلوس الأول. إيه ده إيه ده إيه ده؟ أنت مش مأمنني ولا يا ثروت؟ لا طبعا. البرتقال اللي الأستاذ ثروت بيحبه. برضه جبت برتقال؟ رانيا عندي ليكي مفاجأة جامدة جدا. ايه يا عادل؟ التحاليل اثبتت ان انت بتخلف؟ انا بتكلم بجد، عندي ليكي مفاجأة فظيعة فظيعة فظيعة. ايه الحاجة اللي احنا ما عملناهاش بقى لنا كتير جدا؟ السوبر ماركت، التلاجة فاضية ما فيهاش أي حاجة بقى لها فترة. لا 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 لا، سيبك من السوبر ماركت، دي كلها حاجات مقدور عليها. لا حاجة تانية ما عملناهاش بقى لنا كتير جدا. بقى لنا قد إيه؟ أنا جايب لكم النهاردة مفاجأة فظيعة جدا. جايب لكم رحلة مصيف لراس البر لمدة 2 اسبوع. حياتي بجد يا عادل، ده خبر لطيف جدا. أنا مبسوطة جدا، أنا بقالي كتير قاعدة في البيت زهقانة ونفسي أروح أصيف. ميرسي يا عادل، ربنا يخليك ليا. جهزي نفسك بقى، بعد بكرة الصبح هناخد الأتوبيس بتاع راس البر الساعة 6 صباحا. يا سلام يا عادل، دي ياسمين هتفرح جدا. اما اروح اقول لمامي ان جلاقي يحضروا نفسهم. لا 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 لا، استني استني، اصلي في عندنا مشكله في الحكايه دي. ايه؟ احنا معانا 4 تذاكر بس، يعني انا وانتي وماما وسناء وياسمين على حجرنا. يعني ايه؟
مامتي ونجلاء يقعدوا على حجرنا برضو؟ لا 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 طبعا مش هينفع، بس هما يعني ممكن يقعدوا على حجر بعض هنا في البيت. انت بتهرج بقى يا عادل. بس بقولك ايه، انا مش ممكن اطلع اصيف واسيب مامي ونجلاء لوحدهم في البيت. خلاص صح، غلط ان احنا نسيبهم لوحدهم في البيت. هما يسيبوا البيت فتره ما احنا بنصيف، نرجع من المصيف هما يرجعوا. انا ما امنش ان هما يقعدوا لوحديهم، انا اضمن مثلا ياخدوا حاجه ولا بتاع. بقولك ايه، انا مش هطلع اصيف واسيب مامي ونجلاء هنا. اشمعنى امك واختك؟ امي واختي بيعرفوا يعوم. مامتي واختي كمان بيعرفوا يعوموا؟ ايه ده، معقوله من غير عوامه؟ عادل بقولك ايه، انا مش هطلع من غير مامي ونجلاء. انا بقولك اهو. ايه اللي بتقولي له؟ يعني انا اعمل ايه؟ اعمل ايه يعني؟ انا اصلا جايب اربع تذاكر، الاربع تذاكر دول انا اللي جايبهم بنفسي بفلوسي. اقول للام واختي ما تطلعوش؟ لو مكسوفه اقول لهم انا. هو احنا بنتخانق على مين اللي يقول؟ معقوله يعني؟ قولي بقى هانم، قولي ان انت زهقت منهم ومن قرفهم. بالظبط كده، اديك قلت بقى المفيد اللي انا نفسي اقوله فعلا. فعلا ده اللي نفسك تقوليه، انت اللي زهقانه منهم. لكن انا بالنسبه لي يعني من قلقهم وقرفهم ده فوق دماغي من فوق امي واختي. طب ايه رايك بقى ان انا هروح اقول لمامي ونجلاء ان احنا طالعين نصيف، ولو انت بقى شاطر وجدع يبقى روح اقول لهم انهم مش هيروحوا معانا. ها رانيا، ايه يا حبايبي في ايه؟ صوتكو جايب لاخر بير السلم. تلاقي رانيا نكدت على ابني زي عادتها. لا يا ماما ما نكدتش عليا ولا حاجه، مفيش حاجه. لا امال صوتكو كان عالي ليه؟ مامي اعملي حسابك ان عادل جاب لنا تذاكر علشان نروح نصيف في راس البر، ما تنسيش تحضري شنطتك. اخيرا يا ربي، مش معقول بجد هنصيف السنه دي يا عادل؟ لا لا لا، بس عشان تفهموا الموضوع صح، انا معايا اربع تذاكر بس، يعني في اتنين منكم مش هيطلعوا معانا. عادل انا ماليش في المصيف والحاجات دي، لكن لو انت غصبت عليا حتى الرواف. وانا مش ممكن اسيب ماما تسافر لوحدها ابدا، وطبعا ياسمين وهي مسافره معانا مش هتلاقي حد تقعد على حجره غيري عشان بترتاح معايا. صح يا ياسمين؟ صح. يعني ايه الكلام ده؟ انا متعوده كل سنه اني لازم اطلع المصيف. مصيف؟ مصيف ايه يا ام مصيف؟ ما انت بقالك 3 سنين كنت بتصيف في بيتكو عشان الملاحق اللي كنت بتجيبيها. بقول لك ايه يا رانيا، كده كده يا وحشه هتسيبي ماما لوحدها وتطلعي تصيفي لوحدك يا نادله؟ لا يا ماما، لا يا حبيبتي، ما تعيطيش، ما اقدرش اسيبك في البيت لوحدك ابدا. غاب لوحدك ايه بس يا حماتي؟ ما بنتك هتقعد معاك، انت خايفه ليه؟ يعني انت برضو مصر ان مامي ونجلاء مش هيجوا معانا؟ امال احنا اللي مش هنطلع؟ ايه يا عادل؟ ايه؟ انت اللي تجيب المصيف وتدفع فلوسه وامك ما تروحش؟ لو حصل كده لا انت ابني ولا اعرفه. ايه بس يا ماما، ازاي يعني؟ معقوله ماما انت هتطلعي معانا؟ يعني هتطلعي معانا ماما؟ انت هتطلعي معانا يعني هتطلعي معانا؟ ايه ده يا رانيا، وانتوا هتسيبوني مع سناء لوحدي؟ ايه سناء دي؟ تلعب معاكي في الشارع؟ سناء حاف كده؟ شايفين؟ شايفين بتعمل فيا ايه وانا قاعده وسطيكوا كده؟ امال لما تسيبوني معاها لوحدي هتعمل فيا ايه؟ بس انا عندي فكره. فكره ايه يا ياسمين؟ انا وبابا وماما نطلع المصيف، وبابا يختار واحده من تيتا وطنط سناء تطلع معايا، وماما تختار واحده من تيتا ونجلاء تطلع معايا، وبكده نبقى حلينا المشكله. فكره هايله. شفت حلتها العيله الصغيره. انا مش عيله صغيره، انا عندي 8 سنين. يا دولة بقى يا عم، ايه يا عم مالك مكتئب كده؟ بقى في حد يعني يروح المصيف ويبقى مكتئب كده؟ ده انا لما بروح القناطر بزقطة. يا رمز، المشكلة دلوقتي في الناس اللي عايزين يطلعوا معايا المصيف دول، انا مش عارف اخد مين واسيب مين. رد على ماما. رد. الو؟ ايوه ايوه مرات عمي، ايوه هنا موجودة اهو عادل. أيوة لحظة واحدة بس. دولة انت عرفت ازاي ان هي مرات عمي؟ هات يا ابني هات. يا ماما. لا يا ماما مش عايز حاجه، ربنا يخليك يا ماما. موضوع المصيف ده نتكلم فيه بعدين يا ماما، انا في الشغل دلوقتي. حاضر يا ماما. لا اكيد طبعا. ماشي مع السلامه. مع السلامه. عرفت ازاي دول؟ شوف الراجل اللي جاي ده عشان عايز يسال على حاجه. شوفه. مفيش حد يا عم جاي. يا عم مفيش. هو 8 شارع المأمون فيه؟ لا هو الحقيقة أنا مش من البلد دي، يعني هو اللي عارف هناك أهو. بص حضرتك، هو تاني شمال في أول يمين هتلاقي أول دور حسام، هناك بيركبوا غاز بالأمارة. اتفضل. حسام. دولة إيه ده؟
انت عرفت ازاي الحاجات اللي قبل ما بتحصل بتحصل كده؟ عرفتها ازاي يا ابني؟ كل يوم بيجي يسأل. شوف رد على حماتي، رد على حماتي. الو، ايوه خالت مرانيا، ايوه دول موجوده اهو. انت عرفت ازاي؟ عرفت ازاي؟ بس ايوه حماتي، ايه الاخبار؟ ايه عملتي لي الكيكه اللي انا ما بحبهاش اللي انا بحبها؟ طيب يا حماتي تسلم ايديك. لا 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 شكرا، مش عايز حاجه يا حماتي، انا مش عايز حاجه. لا 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 الف شكر، الف شكر، مع السلامه. مع السلامه. قول لي يا دوله بقى، قول لي انت بتعرف الحاجات دي ازاي قبل ما بتحصل؟ يا ابني ده علم، علم جامد جدا، وعالم ودنيا، حاجه ما تعرفهاش انت يا رمز. طب دوله ابن عم حبيبي، يعني ما تعلمني؟ أعلمك إن أنت تعرف الحاجة قبل ما تحصل يعني؟ يا ريت يا ريت. لا 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 صعب عليك يا رمزي، ده صعب جدا تدريبها والعملية اللي بتتعمل. لا لا مسألة صعبة قوي يعني. ليه دولة بقى؟ أنا هستحمل يا عم. بص أنا علشان أعرف الحاجات قبل ما تحصل زي كده دولة، أنا ممكن أستحمل أي حاجة. ماشي. عارف شنطة العدة اللي أنت بتخبي فيها بنطلون البيجامة بتاعك؟ إيه ده، وعرفت دي كمان؟ روح هاتها، روح. غبي، دي شنطتي أنا أصلاً. غبي 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 يعني. اوعى تكسر التمثال ده بالشنطه. ياه، وكنت هتعرف كمان ان انا كنت هكسره. انا شايفك يا تعال تعال، خلي بالك ده اغلى تمثال عندنا في البازار. اهو يا دوله، اهو سيبه بقى على الارض. اهو يا دوله وريني كده. بص يا رمزي، رمزي اهم حاجه في البني ادم القفا. يعني انت اصلا قفا. انا قفا؟ ايوه يا ابني، دي مش حاجه وحشه يعني. ما عندك مثلا محمود عبد العزيز، الحاجه الوحيده اللي غنى لها ايه؟ القفا. ما قال اه يا قفا، اه يا قفا، اه يا قفا. كان بيغني لك يا بجد يا دوله؟ امال ايه يا وريني بقى القفا ده عامل ازاي. يا نهار ابيض، ده اسود يا لا، يخرب بيتك ده. بص هو القفا المفروض اول حاجه لازم تلمع ويبقى نظيف ويبقى بيبرق كده. وريني في العده كده، هات لي صنفره، هات لي صنفره، او هات لي مبرد، هات مبرد. حاضر دول، استنى بس. بنطلون بشب، انا مش قلت 100 مره ما تحطش بنطلون بالجامعه ده في شنطه العده. انا ما كنتش عارف ان انت هتزعق لي كده. اشتغل بسرعه بقى دول، عايز اعرف، عايز اعرف. يا جماعه انا في وضع محرج جدا، مش عارف اختار امي ولا اختار اختي. اعمل ايه؟ اعمل ايه بقى كده يا عادل؟ لسه بتفكر تاخد امك ولا لا؟ وما يفكرش ليه يا ماما؟ مش انا اخته اللي متربي معايا من هو صغير وبيحبني وانا طول الوقت بخدمه؟ اه يا دنيا واطيه، وانا اللي كان نفسي ان احنا ناخدك معانا. جرى يا جماعه، جرى يا ماما، يا سناء، هتتخانقوا عشان اسبوع مصيف؟ انا ممكن اعمل اي حاجه يا عادل عشان اطلع المصيف ده. انا غبيه وما بفهمش حاجه، وكمان عايشه في دور اللي بتفهم؟ يا حبيبتي انا ما اقصدش ده، كلكم وطبيخي اللي بيطفش كل الرجاله كوم تاني. لا ما عدا عادل، ده يحمد ربنا انه لقى واحده زي كده شطوره وبتعرف تطبخ واخده بالها من بيتها كويس. انا سمعت انت بتقولي ان انت بتعرفي تطفشي كوزك كويس. انت اتجننتي في مخك؟ انت فاكره ان دي شتيمه؟ انا عايز اعرف ده معناه ان انا بشكر فيكي، دي صفه كويسه. يا جماعه انا مش عايز اظلم حد، عشان كده البريزه دي هي اللي هتبقى الحكم ما بيننا. لو طلعت ملك تبقى انت يا سناء اللي هتطلعي معانا الرحله، لو طلعت كتابه يا ماما انت اللي هتطلعي معانا المصيف ده، اتفقنا؟ انا عايزه ملك. حاضر يا ماما، انت الملك وسناء الكتاب. انا عارفه يا عادل من الاول انك هتنحاز لماما، عارفه انك هتظلمني. اظلمك ايه يعني؟ هتحالف مع بريزه عليكي يعني؟ خلاص العب وخلصني يلا. حاضر. ها جاهزين؟ اه. ياه، ايه اللي انت عملتيه ده؟ انت اللي مش عارف تلعب بالبريزه، عامل لك ايه؟ ايوه تروح هاتها بقى. انا اللي هطلع المصيف، انا اللي هطلع وهوريك. انت هتقعدي في البيت وانا اللي هربيكي اساسا. لا لا انت هتقعدي. بس 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 حظكم انتوا الاثنين عجيب، انتوا الاثنين مش هتطلعوا. لقيتها واقعه على سيفها. ده غير بقى انها بتاخد علبه البودره بتاعتك وبتستعمل الروج من وراكي. اه ربي، انا مش مصدقه تاني يا ربي. ما انا برجعهم تاني يا رانيا. بعد ما تكوني خلصتيهم يا حبيبتي. انا مره شفتها وهي بتستعمل كريم الشعر بتاعي. يا بنت انت فتانه كده ليه؟ فتانه كده ليه؟ اسكتي ده، اسكتي يا ماما. المصيف ده فرصه انا ما اقدرش افوتها، المصيف ما بيجيش كل سنه يا ماما. لو كنت عرفت اربيكي ما كنتيش قلتي كده. يا جماعه حرام عليكم بقى، كفايه. انا بالشكل ده هفكر جديا ان انا ما اخدش ولا واحده فيكم. نعم اكملوا خناق بكره لو عايزين، عشان النهارده خلاص دماغي ضربت. ماما انا اللي هطلع المصيف، انا اللي هطلع المصيف، انا اللي هطلع المصيف، يعني لازم اطلع المصيف. انت هتقعدي في البيت وانا اللي هطلع المصيف. هتشوفي هتشوفي انت، انا اللي هتشوفي. ماما ما تعندنيش، مش كل مره. لا انا اللي هطلع المصيف. انت انانيه يا ماما. لا وانت اللي ما تربيتيش اساسا. دولا
ما ينفعش اطلع انا معاك المصيف ده؟ المصيف؟ الله يا رمزي شكلها انا وانت بس اللي هنطلع المصيف ده. ربنا يخليك ليا يا دولا. احسن والله احسن، بس عايزين نبقى ناخد سناء معانا بقى. اشمعنى سناء يعني؟ يعني يا دولا انا قصدي يعني ان انت ابن عمي وهي بنت عمي وانا ابن عمكم، فكلنا عيله يعني، ده احسن يعني. انا بحب الرحلات العائليه قوي. يعني انا لو طلعت مع البيت هتبقى رحله شخصيه، وبعدين انت كل شويه تقول لي ابن عمك ويا بنت عمك، كل شويه تفكرني. معلش دول بقى عادل، انا عرفت ان انتوا مؤكد جعانين فقلت اجيب لك الغدا سخن. ربنا يخليك يا نقص. يعني اول مره تعمليها يعني يا سناء؟ حنينه والله، حنينه قوي يا نقص. انت اخويا ولازم افكر فيك طبعا يا عادل، مش انت جعان يا حبيبي قلت اجيب لك الغدا. سناء بصي بطلي الحركات اللي انت بتعمليها دي. حركات ايه يا عادل؟ بدل ما تقول اختي حبيبتي كلفت نفسها وجابت غدا سخن ومشيت بيه كل المسافه دي عشان اجيبولك لحد هنا، دي امك اللي اسمها امك ما عملتش كده يا عادل. صح صح، انت مالك انت تدخل بيني وبين اختي ليه؟ انت مالك؟ وبعدين عموما سناء يعني لسه كنت بتكلم مع رمزي دلوقتي وبقول له ان انا هاخد ماما معايا المصيف. ايه المشكله يا عادل؟ عادي يعني، دي ماما خدها معاك المصيف. انا مش بعمل كده عشان اروح المصيف، لا انا بعمل كده عشان بحبك. بتحبيني؟ الله الله. بص يا نقنق، انا طول ما انا على وجه الارض هتطلع المصيف كل سنه. انت ايه اللي ماشيك على وجه الارض؟ انت المفروض ما تبقاش على وجه الارض. عادل انت صح، هتاخد ماما معاك المصيف؟ هتاخد ماما معاك المصيف يا عادل؟ لا 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 لا، حنينه والله، حنينه حنينه. سيب شنطتي. ايه ده يا حبيبتي يا رانيا؟ معقوله انت واقفه بنفسك في المطبخ وبتعملي صلصه؟ هاتي يا روحي، ما تتعبيش نفسك ابدا، انا اعمل كل حاجه. يا سلام يا مامي، ما انا كل يوم بقف في المطبخ عشان اعمل الغدا لوحدي. لا لا، ودي تيجي رانيا حبيبتي عنك، انا اللي هعمل السلطه بنفسي. ايه ده ايه ده، تعملي سلطه بنفسك زي ما انت كنت قاعده في السرير دلوقتي ونايمه وعامله نفسك نايمه؟ حبكت بقى انك تيجي لما لقيتيني جاي عشان اساعد بنتي؟ يا جماعه انا مش عايزه حد يساعدني، متشكره جدا. ازاي يا رانيا حبيبتي انا اشوفك تعبانه واسيبك كده وما ساعدكيش؟ ده انت عارفه كده في المصيف ده انا هريحك راحه. يعني مش هخليكي تهوبي ناحيه المطبخ. لا يا حبيبتي لا لا، دي بنتي بقى وانا اللي هريحها، مش حد بيخاف على بنته اكتر مني. ها انت عايزه تروحي صيفي عشان تتسرمحي في البلاج. خلاص يا سناء يا سناء خلاص، عرفتي يا ست ان انت بتحبيني وما تقدريش تستغني عني وان انت احسن اخت ليا في العالم كله. يا عادل ده انا لما اروح معاك المصيف مش هسيبك خالص، رجلي على رجلك عشان ما حدش يعكسك يا حبيبي. يعكسني؟ كنتوا فين انتوا الاثنين؟ جات لي البازار يا ماما. عشان تاثر عليك وتخليك تاخدها هي وما تاخدش امك. يا جماعه حرام عليكم بقى، لا بجد حرام عليكم، انتوا هتموتوا بعض عشان المصيف ده. يا عادل انا تعبت خلاص، تعبت، انا مش عارفه اختار. انا بقى خلاص اخترت. هتاخدني انا صح؟ لا يا ماما. يبقى هتاخدني انا صح؟ لا برضو يا سناء، لا انت ولا هي. انا قررت اعمل حاجه هايله بقى، انا هعمل قرعه. انا موافقه. والقرعه دي هكتب اساميكوا انتوا الاربعه فيها، والاثنين اللي هيطلعوا في القرعه هم اللي احنا هناخدهم معانا. اوكي. سناء قومي هاتي ورقه وقلم. ما تقوم تجيب لي نفسك، ولا ما فاكش يدين طالما فيها قرعه بقى. ماشي يا سناء ماشي. اجيب لنفسي ماشي، بس على شرط رانيا كمان هتدخل معانا القرعه. يا سلام، انت بتستهبلي ولا ايه؟ لا بس اشمعنى انت اللي هتطلعي المصيف من غير قرعه؟ نجلاء عندها حق، انت كتب اسمك معانا. يا عادل يا عادل الحق يا عادل، عايزين يخلوني اكتب اسمي في القرعه. ايوه طبعا، ده بقى راي الاغلبيه، وجوزك مش من حقه خالص انه يعترض. معلش يا رانيا حبيبتي، الديمقراطيه ليها انياب. وانت كمان اسمك اتحط في القرعه زينا زيك. انت بتستهبلي ولا ايه؟ معلش يا عادل يا حبيبي، الديمقراطيه ليها انياب. طب يا جماعة ما ينفعش نعيد القرعة تاني؟ يا عادل خلص وقول الأسماء اللي في إيدك، دي تالت مرة تعيد فيها القرعة والتالتة تابتة. خلاص انتوا حرين، اللي طلعوا عادل، إنعام، نجلاء، مجيدة. أنا من الأول قلت نعيد القرعة دي. هعمل لك ايه؟ ما انا قلت عيد، انت اللي قعدتي تستهبلي فيها. معلش بقى يا رانيا حبيبتي، حظك نحس واضح قوي النهارده يعني. ثالث مره وما تطلعيش. معلش يا عادل مش مشكله، انا اقعد مع سناء، بس ما تبقاش تنسى تسال عليا يا بيبي.
لا اما انا مش هينفع اطلع بقى سناء تطلع مكاني. بجد يا عادل؟ طب انا قايمه احضر الشوط. يعني ايه انا مش فهمانه؟ يعني بعد ما طلعنا في القرعه واسامينا كلها هناك انت عايز تغير رايك؟ هناك فين يا ستي اساميك وما القرعه هنا ايه؟ وبعدين اللي انا بقوله دلوقتي ان انتوا اللي هتطلعوا انتوا الاربعه، انا هقعد مع رانيا. يا بيبي عادل يا حبيب قلبي مش عايز تطلع هناك من غيري. استني بس يا حبيبتي، هما دلوقتي هيكسفوا على دمهم لما يلاقون ان احنا مش هنطلع واحنا دافعين فلوس. انا بقى هاخد المايو بتاع رانيا عشان المايو بتاعي صغير عليا. ولا اقول لك انا هاخد المايو بتاعي احسن. لا لا لا، اصل انا كمان بقى مقرره ان انا انزل المايه، فعشان كده انا هاخد المايو بتاع رانيا. انا بقى مش هاخد اي مايوهات، بس هنزل المايه عشان اغرقكم. يا سلام، وانا بقى اللي هقعد ان شاء الله احرس لكم الهدوم. ايوه لا طبعا، ياسمين هي اللي هتقعد تحرس الهدوم. شفتي لسه السكينه سرقاهم دلوقتي هيحس ان هم عملوا حاجه غلط ويقولوا لنا اطلعوا انت. اصبري اصبري. باي باي، مع السلامه. باي 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 يا رانيا حبيبتي، وحشونا يا جماعه. باي باي يا ياسمين، خلينا خلينا اسمعي كلام تاني وشيك. خدي بالك من ياسمين، مش هنتاخر. مش هقعد خالتك نجلاء. معلش يا رانيا، السنه الجايه بقى تبقي معانا. اوعى تخلوها تنزل ميه لوحدها. يا ستي ما تقلقيش، هي اساسا هتقعد بالهدوم. بس شفت اتكسفوا ازاي؟ رانيا حبيبتي لازم تبصي للجانب الايجابي في الموضوع. كفايه قوي ان احنا لاول مره في حياتنا هنقعد مع بعضينا لوحدينا من غير التتار. فعلا معاك حق. بصي عادل، انا بجد نفسي بقى نهيد شهر العسل من اول وجديد. يا فاكره ما كنا بنبقى قاعدين في البيت ده لوحدينا؟ فاكره فاكره يا عادل لما كنا بنتكلم لوحدينا وبراحتنا وناكل براحتنا ونلبس براحتنا وما عليناش اي مسؤوليات؟ كلنا ما كلناش، خرجنا ما خرجناش، لبسنا مثلا. يا عادل بقول لك ايه، بالمناسبه السعيده دي هطلب بقى واحده بيتزا دلوقتي ناكلها انا وانتي وبس. رجعكم نسيتوا حاجة ولا ايه؟ الرحلة اتلغت. المجاري ضربت هناك من 5 سنين فهدت العشش فلغوا المصيف. كويس قوي انكم جبتوا اكل، ده انا هموت من الجوع. ايوه بس البيتزا دي على قدي انا وعادل. كده من امتى بقى انتوا بتاكلوا لوحدكم؟ ها مش كفاية انكم نقيتوا علينا؟ حاجة غريبة. عموما يا جماعه يعني ما تقلقوش، ما دام انتوا جاهزين وشنطكم جاهزه وكنا عاملين حسابنا على المصيف، انا بفكر بجد يا جماعه ان احنا نطلع على بلطيم. ما دام راس البر ما نفعش والعشش اتهدت، نطلع بلطيم. ماشي